السلام عليكم شباب، رجعناكم مقطع جديد من مسابقة من سيربح المليون. واليوم راح نلعب لعبة من سيربح المليون. طبعا هاي اللعبة كل الصعبة، هي مو لعبة يعني برنامج، كل الصعبة مو حد قدر يختمها بس علي شاكر، وبعد اكو بس انا ما ادريهم. فاليوم هذا الفيديو راح نحاول نختمهم. يلا نبدأ. طبعا ندوس مسابقة جديدة. اوكي هاي. اوكي السؤال الاول، من هؤلاء الانبياء كان ابا لسيدنا سليمان عليه السلام؟ موسى، نوح، داود، الياس. او شباب السؤال الاول صعب. داود. شباب عذرا، ممكن يعني هي شباب مسابقة صعبة ما حد يقدرها. اوكي شباب عذرا، يوضع فيها المعجمون. المعجمون لو معجمون المدرسة. خندق، المكتب، السجن. حبيبي السجن. اوكي هسه وصلنا للسؤال الثاني، 200 ريال. اوكي شباب، ما هو الشيء الذي يوضع عليه العلم؟ السيرة، السيارة، الطيارة، الدراجة. السيرة ما ادري شنو هي. اوكي شباب اذروني، من هم المغضبون عليهم الضالين؟ شنو هاي؟ خلنا ننتصر صديق عليك يا الله، يا رب يا رب يكون متأكد. يلا شنو هاي؟ اي جورج، مرحبا أخ العزيز، معنا صديقك ويحتاج مساعدتك. صديق، أعتقد أن الإجابة هي يعود أظن ذلك. استغفر الله. أوه فدوى ربك صديق المعرفك. يا الله. السؤال الثالث، أكمل المثل التالي، بحر يحب زي رياضة، العيادة، الشهادة، الزيادة. البحر يحب شباب زيادة. يس والله شباب عليك يا الله. اوكي، ما عدا الصلوات المفروضة على المسلم؟ 7. اوف شباب، 1 فجر الصبح، فجر الظهر، الفجر والظهر والمغرب والعصر والعشاء. إذن 5. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله صح، وصلنا السؤال. اوكي شباب بس شوي خلي علي الصوت. اوكي شاعر بيانو هو الموسيقار، وهاي ما اعرفها، راح ابدل سؤال. لا حذفون الشباب، مريض، مو شبه مريض بس عندي قحة. جمهور، يلا جمهور. اوكي يا رب يا رب، صح، انا ادري بجورج راح يغلطني. من وصلت سؤال بعيد.
رقم 2 شومان. راح أغمض عيوني وأختار. لا شوفوا بالقوة وصلت. مسابقة جديدة. Oh my god. ما اسم صغير الكلب؟ ساحل، جابر، حوار، جدي، جابر. هذا من الشباب. ما مبارك مياه جوفية، زمزم. صح، أكيد زمزم. شاشن هو تبي مياه جوفية. ماذا يسمى تخطي الكرة بأكملها؟ خط المرمى تحت العارضة وبين القائمين، ضربة جزاء، ضربة ركلية، ضربة ركلية، رمية تماس، هدف. ماذا يسمى تخطي الكرة بخط هدف؟ صح، بين هدف. يلا، ما عرفنا الثلاث من أركان الإسلام؟ الحج، الصلاة، الزكاة، الصوم. Oh my god. شباب شاك بالزكاة والصوم، إذا راح أختار الصوم راح أغمض. لو الزكاة شباب والله أعرفهم بس ناسيهم أركان الإسلام. طفل، أطفال، بنت، بنات، كبير، صغير، قمر، شمس، رجل، رجال. كبير، صغير. بسم الله. شلون؟ استغفر الله. ما هو الطير الذي يقوم بحفر الخشب؟ نقار الخشب. حبيبي، اوكي. السؤال الثاني. هذا من الشباب. من مضاعفات عدد 6؟ يا هو اوكي، مضاعفات عدد 6. 6، 12، 18. حبيبي انا بالرياضيات ما حد يلحقني. لا والله اكو هو اللي يلحقوني. تعتبر الصومال بالنسبة لنظام الحكم، يعني لو إمارة الصومال، لو جمهورية الصومال، لو مملكة الصومال، لو سلطنة الصومال. حبيبي جمهورية. هذا الشباب والله خاف الفيديو مو حلو. من وين؟ أول الأنهار يسمى؟ أول النهار فجر. اوكي، السؤال الخامس. ما هو العدد الذي مربع ويساوي نصف مكعبه؟ راح اختار 4. 2. شباب 2 مربع ويساوي مكعبه. ما اسم صوت الحمار؟ نهيق، نعيق. شباب والله خبطت، نعيق ونحيق. هو نهيق. هذا من الشباب. يا يسعد مساء، انا راح اصور الدنيا المغرب. العفو، العصر. تشاو، اسعد مساكم. ما هو عكس كلمة كريم؟ بخيل. من
من مقصود بالجملة الآتية؟ أول لا، ثاني له، رقم واحد الله عز وجل، آدم عليه السلام، عيسى. عيسى الله عز وجل. من سبح مليون؟ ما هو عكس كلمة تبكر؟ تسامح، لا، تكبر، تكبر، تفاخر، تسامح، غرور، تواضع، غرور. يا الله، شوفوا ما سوينا حركة الغش، أنا أدري بها غلط. إيه غلط مبينة. هذا السؤال الأول وخسرني. طبعا شباب الفيديو شوية راح يصير قصير. أي من المواد التالية ليست صلبة؟ خشب، العصير. يعني شي أكيد العصير غير صلب. شفتوا يا هاد جواب؟ هذا شباب، في أي دولة يوجد أكثر عدد من اللغات واللهجات؟ حوالي 845 لغة. السودان، الهند، فرنسا، أمريكا. أمريكي، أنا شاك بفرنسا بأمريكا، بس راح أختار أمريكي. والله أدري غلط، يعني إشي أكيد أمريكي. ما البلد تمنع ما البلد التم المن المنتج المنتح لسيارة النصر؟ مصر، ليبيا، تونس، الإمارات. شاكب ليبيا والإمارات، صاروا حختار الإمارات. طبعا مش محل. ما هو الذهب الأسود؟ النفط. مرحبا باللغة الإنجليزية. هاي، مرحبا، جود باي، لا هاي باي باي يعني. بوك، هاي كتاب. أبل، هاي تفاحة. إذن وستيو، مدري شلون. ويلكم، اي ويلكم اعرفها، ويلكم شي اكيد. يعني شو تريد؟ وستيو، مدري شنو. ما هو عكس كلمة من تسرع؟ مش تسرع، امو وات، مت، سرع، متسرع، متأخر، متأخر، منتهو، معاني، متكبر. حبيب متأخر، معاني. عذرهم شباب، والله يعني ما أبيهم، ما أقدر، عندي قحة. تقع جابون في قارة أفريقيا؟ اختار قطعة من النار تسمى لهب. Oh my God. اوكي شباب، وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون. او شباب اكفو. اوكي شباب، وصلنا لنهاية الفيديو، مع السلامة.